ما تديها موعدنا الجنة إن شاء الله. الله أكبر. شوف شو واحد بحال علاش كبرات ولي بحال اربع تيرانيات علمك سميت ما عندي طلعت لي الخدمه في الراس ولا وقعت شي حاجه راه ما خاصناش تشوف فيها بجوج سمعتي والوالده فكرتي فيها البوليس اللي معاك صح هو اللي عصب وايا شي راه اخوك جا ما غيمشي يشوفو شتك جيتي ضعيف ما كنتيش تاكل ليه وكله فشي شكل حن الدار عقله ما بقاش شارف بحال درتي مع الزكير بحال هكا علاش ما تجيش معايا انت عند النصير انا اللي بغيت نصلي غنصلي بوحدي هنا غتلقاو الطريق الصحيح وراحت البال بالصلاه عشتي وخدمتي مع الفساق والزنادقه هما المجرمين ماشي انت اللي خصكم تعرفوه شباب التوحيد هو ان المخطط الصهيوني بيدخل اليوم البلاد ديالنا الله اكبر ما يقدروش علينا وراهم عارفينا الموت لا يرهبنا مستعد الديره علاش كبرات ولي بحال شو غادي تقول غير زلان ما يسمعني استشهدت في سبيل الله الجنة عامرة بها غصان يا تقول ألف مثل احنا ما عندناش ولاء للمدينة ولا للقبيلة أو لهذا الحي احنا عندنا ولاء لله وحده لا شريك له